خطوات سهلة وبسيطة مدعومة بدلائل علمية، اتباعها يحد من تأثير الخبز على سكر الدم، ستكتشفها في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لا يخفى عليك هو ارتباط الكثير منا بتناول الخبز، غير أنه حال المعاناة بالسكري أو مقدماته، فقد يشكل أكله سبباً رئيسياً لارتفاع جليكوز الدم بسرعة، مؤدياً بذلك لمضاعفات سلبية. لذلك في هذه الحلقة سنطلعك على خطوات سهلة وبسيطة ولكن ذات فعالية مؤكدة في كبح التأثير السلبي لتناول الخبز. ودون إطالة عزيزي المشاهد، إليك كيفية تطبيقها. الخطوة الأولى: اختيار الخبز المناسب. تشترك أنواع الخبز بالإضافة للمذاق اللذيذ في غناها على مستوى الكربوهيدرات، غير أن احتواء البعض منها على نسب مهمة من الألياف من شأنه خفض كل من مؤشرها وحملها الجليسيميان. وكإيضاح للفكرة، فإذا ما قارنا الخبز الأبيض الخالي من الألياف الغذائية وخبز الحبوب المنبتة، نجد كلا من المؤشر والحمل الجليسيميان الممثلان للأول شديد الارتفاع مقارنة بالثاني، الشيء الذي يرفع حالة تناوله سكر الدم بشكل سريع. ومن هنا فاختيارك للخبز ذا المؤشر والحمل الجليسيميان المنخفضان يعد أول خطوة ناجحة تقوم بها. وكبعض الأنواع المفيدة نذكر مرة أخرى خبز الحبوب المنبتة، خبز الشعير، وخبز الحنطة السوداء. الخطوة الثانية: تحديد الكمية المناسبة. تمثل هذه الخطوة إحدى أهم الخطوات التي يجب أخذها بجدية أكبر، إذ رغم اختيار الخبز المناسب إلا أنه حال تناوله بكميات مهمة فإن تأثيره على معدلات سكر الدم يكون سلبياً. من أجل هذا عليك عدم تناول ما تناهز كميته 50 غراماً من الخبز، أي حوالي شريحتين كحد أقصى تدرجهما لإحدى وجباتك في اليوم. الخطوة الثالثة: إرفاق الخبز بمصدر للبروتين والدهون. قبل الإسهاب في هذه الخطوة بالغة الأهمية، إليك نبذة من الدراستين التاليتين. عام 2013 نشرت المجلة البريطانية للتغذية دراسة أشاد من خلالها الباحثون بفعالية الأحماض الدهنية للفول السوداني في السيطرة على معدلات جليكوز الدم، وذلك لدى مجموعة من النساء المعانيات بالبدانة والمعرضات للإصابة بالسكري من النوع الثاني. وفي سنة 2018 نشرت مجلة وظائف الأغذية بحث ضم مجموعة من مرضى السكري من النوع الثاني والذين شهدوا تحسناً ملحوظاً في سكر الدم الصيامي بعد تناولهم لبيضة مسلوقة بشكل يومي طيلة 12 أسبوعاً. ومن هنا كخلاصة للدراستين، فإن تناول الفول السوداني أو زبدته المتميزان بالوفرة على مستوى الأحماض الدهنية غير المشبعة أو البيض الغني من البروتين أدى لضبط مستويات سكر الدم. لذلك عند تناولك للخبز قم بإرفاقه بإحدى مصادر الدهون الصحية أو البروتين كالتي ذكرناها تواً أو أخرى معروفة كزيت الزيتون أو الجبن على سبيل المثال. وقبل إسدال الستار على موضوعنا، تجدر الإشارة لضرورة قياس سكر الدم بعد مرور ساعتين من تناول الوجبة بغية تحديد الكمية المناسبة بدقة. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه الخطوات العملية لتناول الخبز. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.